سيد، أو كما يسميه محمد صلاح صديق ورفيق رحلة أحمد رفعت الملهم. كابتن ضياء أهلا وسهلا بيك، منورنا. يا هاني، ازيك؟ ازي الحمد صحتك؟ لله، اخبارك؟ البقاء لله. كابتن ضياء ربنا يرحمه ويصبرنا جميعا. يا رب البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ويصبر اهله. كل يعني تعازي لاهله وربنا يصبرنا احنا كمان، لان احنا كمان جزء من اهله يعني. مظبوط. كابتن ضياء، ازاي تلقيت الخبر النهارده؟ والله هاني انا بعد الفجر نمت، صحيت بفتح التليفون لقيت ده في وشي صراحة، فكانت صدمة كبيرة جدا جدا. الصدمة في انك انت بترجع لمراحل بداية المرض، بداية ما احمد وقع، وبعدين كلنا في حملة يعني بندعي انه ربنا ينجيه ربنا ينجيه ربنا ينجيه، فربنا الحمد لله نجاه ورجع بيته. بعدين احنا كنا، او انا واحد من الناس يعني، في انتظار المرحلة الجاية هيرجع يلعب امتى. فطبعا الامور كله بامر الله وربنا ترتيبه، اكيد دي حكم يعني الناس كلها كلنا نتعلم منها، انه انت في مرحلة وانت مستني رفعت يرجع يلعب، سبحانك يا رب، لا اله الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله، يعني يموت. ففي فجعة بعيد عن فجعة الموت نفسها، الترتيب كله بتاع ربنا طبعا، ونعم لكن بالله. احنا كبني ادمين، تحليلنا كبني ادمين، احنا عدينا بالمرحلة الصعبة الصعبة جدا 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 جدا، وابتدينا نقول احنا راجعين في ان صح، شاء الله في الطريق الطبيعي، في البني ادم اللي هيمارس حياته ويلعب وتشوفه بيجري. فلا اله الا الله يعني، لا الحمد إله إلا لله، الله. وربنا يرحمه، مش يعني راح عند الاحن من الناس كلها ونعم بالله. فعلا اللقاءات يعني. كتيرة قوي جمعتك كابتن ضياء بأحمد رفعت، لعل آخرها على المستوى العملي هي رحلة البطولة العربية اللي لعبت في قطر قبل سنة من كأس العالم. إيه ما تذكره من علاقتك برفعت على المستوى اللاعب وعلى مستوى الإنسان اللي تعاملت معاه؟ رفعت لعيب تحب تتعامل معاه، رفعت لعيب مثقف جدا وعاقل، وفي ميزة ان هو يحب يناقش المدربين، كانت الحاجات اللي كان بيحبها برادلي وكيروش. وكيروش، ان هو بيحب يتناقش وفاهم، وطبعا بتنقل له المعلومات، تنقل له فرق تفكيره هو وفرق تفكير المدربين، المدرب بيفكر ازاي. فالتعامل معاه كان صعوبته في ثقافته، انت واخد بالك، انه بيسأل كتير وانه مهتم يفهم التفاصيل، فده بيصعب وبيحب شوية مفهوم. يفهم التفاصيل وبيفهم، فكان مش بيصعب يعني، هو بياخد مفهوم وقت اكتر من اي زميل ليه مفهوم في انك انت تناقشه. ودي انا بقى انا بشوفها، انا بالنسبه لي، لان انا من نوعيه ان انا بحب اصاحب اللعيب واقربه جدا من افكاري واقربه جدا مني في كل حاجه، في حياته العامه وفي كل حاجه. انا كنت احب النوعيه دي، احب رفعت. فرفعت كان زي ما بيقولوا نفسه هادي، لكن لعيب كويس ولعيب ذكي وبيفهم بسرعة وبيخش في المود بسرعة، فيعني كان ربنا يرحمه، ربنا ربنا يرحمه. يرحمه، هل كابتن ربنا ضياء يرحمه. الشخص اللي بنراه هادئا وصوته قليل قوي ونفسه هادي زي ما بنسميها، يعني بيبان لك كواحد بيتعامل معاه كان ممكن نقول بشكل يومي يعني او بشكل كل ساعة، كان بيبان لك انه جوه الهدوء ده شخص مضغوط او شخص جواه بيكتم في نفسه فما يبانلناش، لكن من جوه هو بيبقى تعبان او ما بيعرفش يعبر عن زعله او تعبه؟ لا بالعكس، التعامل في حدود الكورة، في حدود التمرين، في حدود التاكتيكس، في حدود العلاقة مع زمايله،
التعامل ده واضح وسهل ومش محتاج الضغوط، لان هو كان قائد يعني، كان تحس انه اللعيبه تسمع كلامه ايوه لانه كلامه مقنع، فما كانش ما كانش بيكتم المعلومه ولا بيكتم ان هو يرد على السؤال بتاع المدرب مفهوم. او انه يناقشه في تعليمه، بنديله تعليمه في حاجه معينه انه يتناقش، طب دي هنعمل ايه، طب ده مين ورايا يعني، انت فاهم؟ فما كانش، لا بالعكس كان، انا فاهم سؤالك عايز يروح لفين، لكن هي اختلاف مواقف، مواقف طبعا الكوره ما فيهاش الكلام ده خالص، طبعا. اختلاف مواقف كبير جدا يعني. فطبعا انت ممكن تبقى مثقف وفاهم وتقدر تستحمل كل آليات الاستوديو عندك بالمعدين بتوعك، وتناقشهم في الاعداد، تحط دي بلاش دي، دخلي ده ما تخليش دي، لكن في موقف تاني يخصك انت صح لوحدك، مظبوط مظبوط يخصك انت لوحدك مظبوط. ويمسك انت لوحدك، انا ما اعرفش هو ايه، ممكن ما تستحملوش. مظبوط صح كابتن ضياء. خالص العزاء، ربنا يصبرنا جميعا، وبشكرك على وجودك معنا الطبيب.